بون جو اونف على بالي بلي الجزائريين كاع سمعوها. حنا بالنسبه للجزائريات نقولوا المواطنين كما راكم طالبوا بحقوقكم، قوموا بواجبات نتاعكم، لان المواطن الثاني لازم يقوم يطالب حقوقه، لازم ثاني يقوم بواجب نتاعو، حقوق الواجبات، لان انا المواطن اللي يقول لي اعطيني غير السكنه وما ينتخبش، وما ينتخبش حرامي هذا، نتاع حرامي ماناش ماناش منع. خالتي شتو النيفو شحال عالي؟ النيفو ديال الولات و لي ريسبونسابل تاع الجزائر شحال ولا عالي عالي، يسمى الشعب الجزائري انت راك حرامي، انتوما راكم حرامييين باسكو ما فوتيتوش. خليني نكمل هذه دقيقه. اه يا زوخه على باليش من جابو هناك. ايوي ولاو جزائريين حرامييين. اوكي كملوك. ايش حنا في حالتين مواطن نتاع الحقوق والواجبات، المواطن يدافع على حقوقه ويطالب واجبات نتاعو، اوكي، اما المواطن هذا حرامي يحوس على حقوقه برك سانوزاغونج با. ابا كيما نتوما سي محمد جمعاش فينا سي زوخ. الحاجه الاولى خلينا ننصفوا الناس، اللي ما ينتخبش ماهوش حرامي، سي نورمال ما نتفقوش معاه موش حرامي. والحاجه الثانيه موش زوخ اللي مد السكنه، الجزائر يعطيك الصحه. مش عارف الا عندك تعليق على انا من انصار المشاركه بطبيعه الحال، ادعو الشعب برمته ان يشارك بكثافه في انتخابات 4 مايو القادمه، ولكن بعض الدول فيها الانتخاب اجباري. لو كان الانتخاب اجباري نقولوا على هذا اللي يعني يخالف، اما هنايا يعني ما دام المساله زلقت يعني حريه، انا في اعتقادي هذا الكلام لا ينبغي ان يكون، لان انا صحيح المواطنه حقوق وواجبات، ولكن اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اعطينا لا ليست تاع تاع البلدان هذوما اللي الفوت اجباري. الفوت يا خويا ماشي اجباري، كي تروح يا القافز يا اللي كتهضر يا اللي راك عضو في الحكومه الجزائريه، كي تروح لجوجل وتسقسي يقول لك الفوت ماشي اجباري، اللي حب يفوتي فوتي، ما حبش ما يفوتيش ما يفوتيش، ماشي اجباري. ما تضربش السيد وتقول له حرامي كيفاش. والي سارق ادى لاكراش تاع حسن داي سراق ويقول اللي ما يفوتيش حرامي، انت واش دخلك؟ نورمالمون انت دوكا على الكلمة تاع كلمة حرامي يقطعوك ولا يخرجوك من خدمتك. واش درت في الجزائر؟ قول لي واش درت في الجزائر؟ الخماج الزبل حاشاكم في الطريق، هذه هي واش درت في الجزائر؟ الجزائر البيضاء تاع بكري ما على باليش الا هبط لها خطره ولا زوج قبل ما قبل ما يجيبوك للجزائر. كانت الجي لا بلونش، كانت نقية، من نهار جيتو نتوما يا الزحف الريفي ولات الجزائر خامجة ما تسواش. جاو تاع الزحف الريفي قاع يسكنوا في الجزائر، وانت واحد منهم. لاكراش هاك دايرها فيلا، خرجت دراري صغار مستقبل الجيل الصاعد، نتوما لا غير ليكم غير ليكم، وتزيدوا تسبوا في الشعب الجزائري. ها هذه مليحه هذه يا زوخ، يا واحد الاي او تقول على الشعب الجزائري حرايميين، اللي ما يفوتيش حرايمي، ما كاش حرايمي قدك، انت هو الحرامي الكبير، وماشي انك اللي تمد في السكنه. السكنة إجبارية في الجزائر، حبيت ولا كرهت، القراية إجبارية في الجزائر، حبيت ولا كرهت، السكنة تمدها، حبيت ولا كرهت، القراية تقري الدراري، حبيتو ولا كرهتو، لونيفرسيتي تقريوهم، حبيتو ولا كرهتو، كيما كو دايرين العسكر، تفوتو السيرفيس ناسيونال، غير في الجزائر، في ليترونجي ما يفوتوش.
اللي يحب يفوت يفوت، اللي ما يحبش ما يفوتش. كيما نتوما اكو دايرينها اجباريه، دايرين العسكر اجباري. أبا السكنة تاني لازم تكون إجبارية على الحكومة باش تسكن، والقراية وهذوك الشعب تاعها. ومن على الشعب، علاش علاش دايرين حكومة؟ كل واحد يدير قيطون ويقعد. أخي حكومة ميكي يا أخي، يا أخي الداب يا أخي، يا داب والله العظيم. غير ديفو تقول ما نسبش وما نهضرش وما نسيبو رمضان وهكذايا، بصح تنطقوا الانسان روحوا الله لا يتربحكم. وسبيسيالمون تي يا زوخ يا داب.